السلام عليكم. هنا الأطراس اللي راكم تشوفوا فيها هذه الأطراس تاع الأفعى الرملية سيراستس فيبيرا. ويليك هاك تشوفوا وراي مردومة لهنا هنا نسيو كيفاش نلحقوا ليها. يس يس تشوفوا من عينيها ما راهمش يبان في الماء. شوف كيفاش راهي تخبش. هاو من عينيها هكذا امبوسيبل واحد يشوفها. هذه الافعى الرمليه جايين سبحان الله ما عينيها جايين من الفوق فوق راسها ماشي هكذا على الجنب كيما الافعى الرمليه ذات القرنين هكذا. علاش؟ باسكو كي تدخل في التراب ما عينيها هكذا راهي تشوف فيا مي تجامي تشوفها. عينيها راهم صغار يبانو. لو كان سي بالك بحاجه نوري لكم عينيها وشنو هكذا نديرو نجيها هم لي بوان عينيها صغار خلاص منزومي على بالك تبان يبان عينيها. هم عينيها والله شوف هم دو بوان درك نوري لكم عينيها نسي كيفاش في حاجة صغيرة نوري لكم عينيها والله هم ليك هاي عينيها. هذه وحده وهذه وحده اخرى هذو هما عينيها. شوف راهم يبانو هم دو بوا. هاي لك عينيها هاي لك شفتوها نسيت نخرج العرفه. هاي لك خرجت فوالا الريبيا هاي خرجت شوف ونبين راسها مليح. هذه الحطبة شوية شتو كيفاش تخبات شتوها هذه الحطبة هذه شوية راهي ديرونجي فيا. شوفو نعاود نخرج لها راسها هاديك شوف فوالا تشوفوها كيفاش تعاود تردم روحها رابيدو. هذه هي الافعى الرمليه سيراستس فيبيرا. هذه هي اللي صورتها هي مات تخرج الديل نتاعها قدام راسها ما تبانش تولي تحرك فيها شغل دوده الدوده هذاك يطيري شغل يجبد لي ليزار كيما السحليات الصغار ولا هو غير يحسبوها دوده كيجي باش يصيد الدوده هذيك تخرج في الثانيه. لا فيتاس تاعها غريبة الأفعى هذي. شوف كيفاش تردم روحها الله سبحان الله ما شاء الله. هلا معكم عزيز حاج عيسى من صحراء غردايا. نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. السلام عليكم.